السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا حقيقة فخور بفريق عملي، فخور باللي قاعدين نسويه ونقوم به. فالعمل على أن نحن نوصل إلى مراحل لم تصلها أي دولة في العالم، لا من طريقة علاج ولا من طريقة عزل ولا من طريقة تعامل ولا من طريقة كلمة توصل للجمهور، هذا يدل على سخاء وطيبة حكام هذه الدولة، ويدل على حكمة وقيادة سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد وسمو الشيخ محمد بن زايد. هذه الكلمة من المعازيب من الشيخ محمد الله يحفظه والشيخ طحنون والشيخ خالد، ويقول نحن رهاننا إن شاء الله بيكون من أفضل الرهانات محليا وعالميا، ويردون السلام عليكم كلهم، ويردون السلام على أهاليكم واحد واحد، ويشكرونكم شكر كبير على العمل اللي قمتوه. لا زال حتى ولو كنا في المراكز الأولى، لا زال هناك مركز سامي أكثر من المركز الأول.